فات تيفي، رجعنا لكم في موضوع جديد، وكيف ما عودناكم مواضيع اللي قريبة منكم وكتهمكم. موضوعنا اليوم هو تداعيات أزمة كورونا على قطاع كراء السيارات أو وكالات كراء السيارات. معنا ومعكم اليوم سيد عصام زياني، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أرباب وكلاء كراء السيارات. سي عصام، حدثنا على أهم المطالب اللي وقفتوا عليها في اللقاء اللي جمعكم بالسيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك يوم 7 يناير. اللقاء ديالنا اللي كان يوم الجمعة مع السيد الوزير معالي الوزير المحترم، هو فعلا كان اجتماع كان ما بينه وبين طريقة الزوم، فهو كان اجتماع في المستوى، وما كناش منتظرين من السيد الوزير بان يستقبلنا بداك الحفاوه اللي واستمع الافكار ديالنا، لان لاول مره باش نقول امام الجميع، لاول مره كيستقبلنا وزير ديال وزاره النقل، لان احنا عانينا بزاف في هذا القطاع، وحاولنا ماكن بالنضالات غير باش نجلسوا مع السيد معالي الوزير السابقين، ماشي هذا ولا مره. والحمد لله احنا بعد ما جلسنا ناقشنا معاه جبرنا السيد باش يفتح، وفتحنا الباب ديالو للنقاش في مشاكل القطاع علينا. بالنسبه بعد ما توحدت الهيئات، كانوا كنا هيئات متفرقين، لما الهيئات اجتمعوا على كلمه واحده جلسنا مع معالي الوزير واستمع لنا المشاكل ديالنا. هو بصراحه لحد الان ما وصلناش شي حلول، ولكن كحوار مبدئي الحمد لله بدينا، كما عطانا واحد الموعد في يوم 18 على اساس باش نجلسوا مع مدير وزاره النقل باش نبداو استعمال الزمن ديال العمل ديالنا ديال حلول المشاكل. بالنسبه للنقاط اللي تناقشنا مع معالي الوزير، هو نقطه دفتر التحملات، لان دفتر التحملات متاخر بزاف، على سبيل المثال 10,000 وكالة وباقيين خدامين حنا بدفتر التحملات ديال ما قبل نقول ديال الستينات ولا ديال من الخمسينات ما فوق، ما كيتماشاش مع الزمن اللي حنا فيه، والمشاكل رجعت كثيرة. وفي نفس الوقت نقطة أخرى، طالبنا على أساس باش يوقف الرخص على لما نخرجوا بدفتر التحملات الجديد اللي هو كمقترحات كيقترحها المهنيين. مثلا سبق لينا حنايا هذا دفتر، هادو تعديلات المقترحات ديال الهيئات الموجوده على الصعيد الوطني مع الوزاره السابقه وبدون جدوى، كاين حتى شي اجابه على داك الاقتراحات. ودابا على ما وعدنا معالي الوزير على اساس ان شاء الله بحول الله غادي يفتح لينا باب المكتب ديالو باش ينصت لنا المشاكل ديالنا ويستمع لنا وندرسو مع فيما بعضنا باش نقدروا بنزيدوا بهذا القطاع الامام. وكما طالبنا مره بمطلب اخر، هذا مجتمع ما بينه وبين جميع الهيئات على اساس يدخلوا القطاع كونترا بروغرام. حنا تقسينا كونترا بروغرام من البدايه، تقسينا كونترا بروغرام نورمالمون كان على المستوى الوزاره ديال الوزير السابق بان كان خصو يدرج هذا القطاع كونترا بروغرام، ما درجوناش لان حنا خدامين مع السياحه. لما كتسد الحدود كنعيشوا نفس المشاكل اللي كتعيشها وكاله الاصفار ونقل السياحي. تقسينا بصفه ما تعرضنا لواحد الحيف كبير، اضرار كثيره، مشاكل كثيره. دابا حاولنا ما امكن كما سبق لي قلت لكم، عطانا نهار 18 ان شاء الله باش نبداو نقطة بنقطة مع مدير وزارة النقل اللي هو سي نور الدين، على أساس باش نعرضوا عليه المشاكل ديالنا ونلقاو معاهم حلول، وفي نفس الوقت يعرضوا على السيد معالي الوزير، ونتمنى وإن شاء الله نوصلوا للحلول لهاد المشاكل هادي. دوينا بشكل عام، واش تقدر تفسر لنا بالضبط في المشاكل اللي كيعاني منها هاد القطاع؟ هو أستاذة بالنسبة للمشاكل، هي مشاكل كثيرة، مشاكل كثيرة. بالنسبة لوزارة النقل عندنا 4 نقاط ولا 5 نقاط، أما المشاكل الكثيرة هي كوزارة المالية
وزارة المالية دخل فيها ليزورغانيزم، دخل فيها الضرائب، دخل فيها التأمينات، دخل فيها وزارة العدل كذلك. بالنسبة لوزارة العدل عاوتاني لحجوزات السيارات بدون علم ديالنا، أحكام في حق الشركات وأصحاب الشركات بدون علم ديالنا، وعباد الله واحد كيدير حديثة في أسفي بدون ما يعلمو، كتدخل الشركة في كتدخل في دعوة بدون العلم ديالنا، بدون استدعاء ديالنا، حتى كتحكم علينا بمبالغ باهظة ما فراسنا ما يتعاود. خصك باش ترجع داك الحكم راه ماشي عندنا مع وزاره الداخليه. يعني هذا القطاع مرتبط مع هاد الوزارات كلهم، وهذا هو الشيء الوحيد اللي صدق معالي الوزير بعد في داك الاجتماع الجماعه فتح لنا الباب بانه وعدنا بانه غادي يجلس معنا ويناقش معنا هاد المشاكل وندرسهم فيما بعضنا البعض، وفي نفس الوقت يكون كواسط ما بيننا الجلوس مع الوزارات الاخرى باش يستمعوا لنا المشاكل ديالنا ونجبروا لهم حلول بصفه عامه. بالنسبه للمشاكل لي زورغانيزم كذلك، بالنسبه للضرائب، بالنسبه الشركات في خساره، وعد نورمالمون هاد المشاكل هي غير خاصه بالوزاره النقل. وزاره النقل راه نتوما كما عارفين نهضروا على دفتر التحملات، نهضروا على فيزيت تكنيك، نهضروا على شي مشاكل اللي هي خاصه بالوزاره الوصيه، ولكن كوزاره وصيه هي المسؤوله عن الرخص لهاد المستثمرين، خاصه تجلس معنا للطاوله وتسمع المشاكل ديالنا باش يمكن ليها ديرنا واحد الوساطه ما بيننا وبين الوزارات الاخرى. مثلا وزاره الماليه، وزاره العدل، ما كان احسن، لان باش يكون الجلوس ما بين هاد الوزارات هادو بالحضور ديال وزاره النقل باش نجبروا واحد الحلول دائمه، لان هادو مشاكل كبيره وكثيره، لان القطاع راه كيعاني في صمت مشاكل، ماشي ديال هاد العام ولا راه المشاكل ديال 30 سنه ولا 20 25 سنه، ما غاديش تحل في نهار وما غاديش تحل فيه. شنو حجم الخسائر اللي تكبدها القطاع في ظل ازمه كورونا؟ شوف الى جينا الخسائر كاين انواع الخسائر مختلفه. الى جينا الخسائر، شركه 100% خاسره، كاين اللي خاسر ب 70%، كاين اللي خاسر ب 30%، كاين اللي خاسر، كاين الشركات اللي سدوا بالافلاس، كاين الشركات اللي اصحابها ريشيرشي اللي ما صافي، وكاين الشركات اللي باقا حاله لان مرتبطه بديزورغانيزم. كو كان شي مشروع هذا من ذات راسو ديالو بوحدو راه يقدر يهبط ريدو من غدا وصافي بارك عليه، ولكن ما يمكنش غيمشي للحبس الا مشى هبط ريدو، لان عنده ارتباطات مع ليزورغانيزم، عنده ارتباطات مع تامينات، عنده شيكات، عنده ارتباطات مع لي ميزون دو فواتير بالنسبه للسيارات، عنده شيكات خارج ما يجيش وغادي يقطع. واخا حنا في ازمه، واخا في ظروف، الناس باعت رزقها باش تخلص. الناس كاين اللي باع دارو، كاين اللي باع، كان في الدار، كان في ملك، تصدق ساكن دابا ساكن، حنا كنعرفوهم، راه حنا رؤساء جمعيه فيدراليه، راه كنعرفوا الشكاوي ديال الناس. كانت ناس ساكنه في ملك، صدقوا ساكنين في كرا، باع دارو باش يخلص غير داك الاقساط ديال داك الشيد 2020 والديبي ديال 21، وهو دابا حاليا هو طايح في لي زامبي، بايعين رزقهم باش يخلصوا، ودابا طيح في ليزا باش حيد الاقساط. وبالنسبه للاستغلالات ديال لي زورغانيزم، هما استغلوا هاد الظرفيه، هاد القطاع ديال لي زورغانيزم الوحيد كنظن في العالم ولا في المغرب، بل لي احنا في المغرب، محال واش نقولوا على العالم، لان احنا المغرب اللي بنادم كيتصرف من ذات راسو بدون ما يضرب حساب الاخر. الاورغانيزم هو الوحيد، القطاع الوحيد اللي ما تضرش في هاد الجائحه، الواحد الا كان انا نمشي عام بسط الا كان كيسالك 300 درهم زاد عليك 400 درهم ما مخلصو زاد عليك، يعني هو الواحد. مثلا كاين الناس، انا نزيد نشرح لك اكثر، كاينين الناس اللي داروا لهم دي روبور دي زورغانيزم على السنه، مثلا حسب الدين اللي عنده ديال داك السياره معروف، وحسب لي زانتيري ديالها معروف، باش يعطيوها لي روبور ديال داك العام ولا داك 6 شهور على 6 شهور، كاين اللي تزادت عليه 40,000 درهم فوق داك الكريدي اللي واخد ولي زانتيري ديالو في السياره. يعني هذا قطاع مربح الوحيد اللي ما تضرش في المغرب كاع، الوحيد اللي ما تضرش، جميع القطاع ضر الا الابنك الا لي زوركان. واش ما استفدتوش من اعفاءات ضريبيه ولا دعم بصفتكم قطاع متضرر في هذه الازمه؟ ما استفدنا اي دعم، بالعكس ما استفدنا من الحيف اللي تعرض ليه القطاع، هذا هو اللي ما استفدنا. ما استفدنا من ضرائب، ما استفدنا من 2000 درهم، ما دخلونا في كونترا بروغرام،
يعني القطاع خلاوه مهمش كيتخبط في مشاكل. احنا خصك تعرف واحد الحاجه، القطاع راه حنا رجعوا عندنا شهداء فيه، راه وقعوا فيه انتحارات، الناس انتحرات لان الله يكون في العون. كاين اللي يلاه بادي حياته، كاين اللي يلاه اللي تزوج، كاين اللي يلاه دار شركه قال غنبدا الحياه، يلاه والد، يلاه كذا، كيتفاجئ بهذا الشيء هذا، كيشوف راسو غادي للحبس. والدراري بلا باقي صغار وهادي ودفاعيين، كاين اللي لاح راسو انتحر، وما كاينش اللي غيسمع لك، وما كاينش اللي غيجلس معاك، وما يمكنش. يعني اللقاء اللي جمعكم مع السيد الوزير هذا هو اول مبادره كتقوم بها شي جهه من الجهات المعنيه معكم؟ هذه اول مبادره من معالي الوزير على المباشر، وحنا كنشكروه من هذا المنبر، لان يعني الواحد يفتح لنا بابو على المباشر. اما سابق المبادرات من مدير وزاره النقل كيستين ردي الموجود اللي كان موجود في الحكومه السابقه وموجود في هذه الحكومه هذه، داير معنا مجهود. كان عندنا شويه المشاكل تاعنا، ماشي حنا نقلبوا من اللصق والتهم تاعنا، كان فينا مشاكل، كان الهيئات ما متفقاش، كانت الهيئه كل واحد كتلغي بالغاها، كل وحده عندها افكار بوحده. الحمد لله حاليا جمعنا تحت كلمه واحده، ومع معالي الوزير فتحنا الباب ديالو للنقاش وكذا والبحث والتعمق في المشاكل القطاع. نطلبوا الله ان شاء الله نوصلوا الحلول معه. اما بالنسبه للوزاره كما قلت لكم راه ما عندناش شي، عندنا مع واحد اربعه النقاط ولا خمسه النقاط، ماشي مشكل ان شاء الله. قدم لكم الوزير مجموعه من الوعود، شنو هاد الوعود اللي قدم لكم في اللقاء اللي جمعكم به؟ وعدنا هو بان كيف ما نحطوا له المقترحات ديالنا ديال دفتر التحملات على المباشر، قال لك طول ما انتم مهنيين وانتم ادرى بالقطاع، ما احنا الا ما عندنا الا نلبيو لكم الطلب ديالكم ونخرجوا معكم دفتر التحملات باش يتنظم هذا القطاع. وفي نفس الوقت وعدنا كذلك بانه غيراسل باسم الوزاره الوزاره السياحه باش ندخلوا في كونترا بروغرام. وعدنا كما سبق لي وقلت لكم في 18 ان شاء الله من بعد ما غنجلسوا مع مدير النقل غادي نحطوا المشاكل ديالنا ديال الوزاره. المهم كل حاجه وعلى حده بالنسبه لوزاره الماليه ووزاره الداخليه، ونبداو نناقشوا هذه المشاكل هذو باش نشوفوا الحلول ديالها. وفي نفس الوقت اي فتحوا لنا الباب للجلوس مع الوزارات الاخرى باش يمكن لنا نحلوا المشاكل القطاع. وهكا كنكون وصلنا متابعي أنفاس تي في إلى نهاية هذا اللقاء، على أمل يربطنا بكم لقاء جديد قريبا جدا في موضوع جديد.